بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا في خدمة الإمام عليه السلام وهو يبين حال الداعي بعد أن ابتلي بالمعاصي، وبين على أن هذه المعصية كانت بجهده، وقلنا أن الأفعال تنسب إلى الفاعل، فالعصيان نسب لي كعبد قد عصى، الجهد الطاقة التي منحها الله تعالى لي قد استثمرتها استثمارا سيئا، وهو أني عصيت الله تعالى، خالفت الحدود التي رسمها الله تعالى. له أوامر فلم أتمر بها، وله زواجر ونواهي فلم أنتهي عنها، فقد تجاوزت الحدود التي رسمها الله تبارك وتعالى. فيقول الداعي هنا: فالآن من عذابك من يستنقذني، ومن أيدي الخصماء غدا من يخلصني، وبحبل من أتصل إن أنت قطعت حبلك عني. الحبل عادة يستعمل أو يراد منا لقضية الاستحكام، يعني حالة من الربط، وهذا الربط فيه نحو من الاستحكام، فنقول لقد تمسكنا بحبل الله. معنى ذلك طرف عندي وطرف عند الله تعالى. الله ليس له جارحة، ليس له يد حتى يمسك الطرف. المقصود أني استمسكت بمنهج صادق وبطريقة توصلني إلى الله تعالى، فهذا طريق يوصلني إلى الله تعالى، وهذه الشرعة توصلني إلى الله تعالى، فأنا مستمسك بها، فهي العروة الوثقى. من أسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، فأنا متمسك بهذه العروة، وهذا الحبل طرفه أنا متشبث به ومتمسك به. الآن بعد المعصية والعياذ بالله قطع هذا الحبل. إذا هذا الحبل قطع، ما هو البديل؟ هل هناك حبل أتمسك به غير حبل الله تعالى أو لا؟ الدعاء ينفي، وهذا السؤال سؤال كما قلنا استنكاري. لاحظوا تعبير الإمام عليه السلام، قال: وبحبل من أتصل إن أنت قطعت حبلك عني. يعني ليس سؤال إلى أن ننتظر الجواب، فإذا الله قطع الحبل هل يوجد حبل آخر نتمسك به؟ كأن هذا سؤال حقيقي، واقعا لا يوجد حبل آخر نتمسك به، لأنه لا يوجد سبب آخر، حبل آخر غير حبل الله تعالى. لعلك تقول: أنا أتمسك بحبل العترة المطهرة. نقول: العترة ليست قبال حبل الله، العترة هي امتداد لما أراده الله تعالى. نحن عندنا ثلاث جهات في عقيدة أهل البيت، عندنا ثلاث جهات. الجهة الأولى هو الله تبارك وتعالى،
وهذه جهة ذاتية، الله فعلا هو مالك الأسباب. والجهة الثانية هو النبي صلى الله عليه وآله، وهذه جهة عرضية، بمعنى أن الله تعالى أرسل النبي صلى الله عليه وآله وجعل الأسباب لله تمر من خلاله. وعندنا جهة ثالثة وهم الأئمة الأطهار عليهم السلام. هذه الجهات هي جهات طولية، ولي التفت هاي نقطة مهمة لها علاقة بالتوحيد، وليست هي جهات عرضية. معنى الأمر الطولي شيء والمعنى العرضي شيء آخر. معنى العرضي بمعنى أن لها استقلالية تامة عن الأخرى، لها استقلالية تامة. أضرب مثل فقهي بسيط يعني متداول لمسألة العرضية. الآن عندنا بنت، فأبوها موجود وجدها لأبيها موجود، كلاهما موجودان. ولاية البنت أو الولاية على البنت بالنسبة للزواج، رأي من يقدم؟ رأي الأب يقدم أو رأي الجد يقدم؟ هاي مسألة لبعض الناس ما مفتهمها. الولاية، ولاية الأب وولاية الجد عليها ولاية عرضية، يعني ليس إذا فقد الأب تنتقل الولاية إلى الجد، ليس المعنى هذا، وإنما كلاهما لهما الولاية في آن واحد، كل من يملك رأيا مستقلا. فإذا خطبناها من الجد والجد وافق، الأب لا رأي له بعد ذلك، الجد للأب التفتوا لي، أو خطبناها من الأب والأب وافق، أيضا الجد لا رأي له. لا ننتظر نقول ما دام الأب موجود الجد ليس له ولاية، لا، ولايتهما في آن واحد عليها، عبر عنها ولاية عرضية، كل منهم له الولاية على نحو الاستقلال. هذا مثل الولاية العرضية للمعنى العرضي تقريبا للأذهان، حتى نرجع إلى الدعاء. وعندنا حالة طولية، مقصود المعنى الطولي يعني إذا فقد هذا الشيء ننتقل إلى الآخر، من قبيل مثلا مثال أيضا فقهي، نحن مأمورون بالطهارة للصلاة. الطهارة كيف تتم؟ الطهارة المائية، توضأ، وأيضا التيمم يجزي عن الوضوء، لكن التيمم لا تصل النوبة له إلا مع فقد الماء، أو يوجد عذر ننتقل من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية. فهذه الطهارة المائية والترابية ليست مرتبتهما مرتبة عرضية، بحيث متمكن أنا من الماء أتيمم، يقول لا التيمم باطل. لماذا؟ لأن مرتبة التيمم مرتبة طولية تأتي بعد فقدان الماء. نأتي الآن إلى الله تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه وآله والأئمة. المرتبة بينهم قطعا مرتبة طولية. النبي صلى الله عليه وآله لا يملك استقلالية ما لم يأذن الله تعالى، والإمام عليه السلام لا يملك ما لم يأذن الله تعالى. التفتوا، فالله تبارك وتعالى إذا أمر عباده وقال خذوا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، ما أتاكم الرسول فخذوه، ما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا اندخلت طاعة النبي صلى الله عليه وآله
دخلت في صلب التوحيد، لأن انتهت إلى الله، الله هو الذي أمر. نأتي للأئمة سلام الله عليهم، الكلام الكلام. النبي صلى الله عليه وآله عندما يشير إلى الأئمة من بعده أو إلى أمير المؤمنين، وأمير من يشير إلى من بعده، أيضا المرتبة الطولية حصلت مع وجود النبي، مع وجود الإمام، لا يحق لنا أن نخرج خارج هذا الإطار. فتدخل هذه المسألة، تدخل في عمق مسألة التوحيد، لأن الله تعالى أذن. فزيارة النبي صلى الله عليه وآله الله راد، فإذا هي طاعة لله. زيارة الأئمة الأطهار عليهم السلام هي طاعة لله. ولذلك كل من ندخل إلى الأعتاب المقدسة في جميع الزيارات لابد من وجود الله أكبر وكبيرا، أو زيارة الجامعة لمطالبها النفيسة العالية، وعسانا أن نوفق لبيان بعضها، بعض مراتبها. جدا مهمة أخواني زيارة الجامعة، جدا مهمة. سان يتأمل في معارفها الجليلة. الإمام الهادي يعني لأما تأخروا في إنشاء هذه الزيارة الجامعة إلى زمن الإمام الهادي عليه السلام، لوجود مطالب عالية جدا قد لا تتحملها الأذهان البسيطة، الأذهان الساذجة، لكن هي مطالب في غاية الأهمية بالنسبة إلى الزيارة الجامعة الكبيرة. لاحظ عندما نبدأ آداب الزيارة الجامعة، الإنسان يكبر الله تعالى، يكبر الله تعالى 34 تكبيرة، ثم يتقدم خطوة إلى الإمام خطوتين يكبر 33، ثم يتقدم ويكبر 100 مرة، نكبر الله أكبر الله أكبر، حتى نشرع في الزيارة الجامعة الكبيرة. هذا تركيز لعقيدة التوحيد. فلا توجد عبادة واحترام وطاعة لغير الله تعالى إلا بإذن الله. فإذا كانت بغير إذن الله تعالى، نعم، وعبادة بلا شك تكون شرك، والله لم يأذن بالعبادة إلا له. الطاعة، طاعة الله تمر من خلال ما بين الله تعالى. طبعا هذا مطلب، أنا تكلمت برؤوس نقاط، هو مطلب مهم، يعني فيه أدلة كثيرة وواسعة في تركيز، لكن أنا أحببت فقط قدر إنسان تثار عنده شبهة، يقول إذا حبل الله تعالى انقطع فبحبل من أتمسك؟ ممكن أتمسك بحبل النبي والعترة مثلا، كان إشكال في غير محل، لأنه حبل الله هو حبل النبي وحبل العترة، لا يوجد حبل لهم قبال حبل، لا يوجد نهج لهم قبال نهج الله تبارك وتعالى. فهنا يبين الداعي كأن أسقط ما في يده، هذا الحبل الذي أتمسك به قطع. فالمنهج والقوة والركن الشديد الذي ألجأ إليه انتهى. فالسؤال ليس سؤالا حقيقيا، وإنما سؤال استنكاري. أنا أعلم لا يوجد حبل غير حبل الله، فلذلك يقول فأي حبل أتمسك إذا أنت قطعت؟ لاحظوا، وبحبل من أتصل إن أنت قطعت حبلك عني. فوا سوأتاه أو فوا أسفاه حسب النسخ، على ما أحصى كتابك من عملي، الذي لولا ما أرجو من كرمك وسعة رحمتك ونهيك إياي عن القنوط لقنطت عندما أتذكر. هذا المقطع الإنسان يراجع كثيرا، ما هو هذا الجزء المهم؟ يقول فوا سوأتا أو أسفا، بناء على النسخة، على أي شيء نأسف؟
يقول على ما أحصى كتابك من عملي. الكتاب المتعارف الآن يقول كتاب يعني فيه شيء، أما شيء ليس فيه أي نقش ما يعبر عنه كتاب، نقش الحروف قصدي، ما يعبر عنه كتاب، ورقة. الكتاب فيه نقش يعني فيه ما يكتب، وهاي الكتابة قد تقرأ. كتاب الله سبحانه وتعالى ما هو؟ هذا التعبير وكلنا ألزمناه طائره في عنقه، بعد يقول طائر يعني كتابه. وبعض الآيات أيضا فما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه. الإحصاء العد، تعبير على أن لا صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. مهما يكن هذا العمل دقيقا كبيرا خطيرا جليلا صغيرا موجود، فلا يمحى ما فيه. نعم، الله سبحانه وتعالى لسعة رحمته بعض الذنوب يرتكبها العبد، الله تعالى لا يأمر الملائكة أن لا تكتب، تريثوا لعل العبد يستغفر، فالعبد استغفر ما تكتب. أنا أتكلم عن سعة رحمة الله تعالى، ولعل هذا المعنى قبل كذا سنة بيناه بخدمتكم. بعضها تكتب، لكن الله لسعة رحمته يقول للملائكة إذا استغفر أيضا أمحو. الحالة الأولى أصلا ما تكتب، حالة الثانية تكتب وتمحى. بعض الروايات مثلا يأتيني ولا ذنب له، مع أن بعض الروايات تقول تشهد عليه بقاع الأرض أن هذا ذنب ارتكب في المكان الفلاني، فيسأل الإمام عليه السلام أنه كيف الله تعالى هذا يأتي ولا ذنب؟ قال أأمر بقاع الأرض وأأمر الأرض أن تنساه. تسأل تنسى، الأرض تنسى أنه لا يوجد هنا في، إذا كانت الأرض تنطق لا يوجد في لسانها شيء اسمه فلان قد ارتكب المعصية هنا، تنسى أو تنسئ يؤجل، لكن النسيان بمعنى أنه لا تشهد. هذا الكتاب إذا لا هذه ولا هذه نقش فيه صحيفة الأعمال. هنا الإشكال، وهذا الكتاب الآن الداعي يقول هذا الكتاب الآن بالنتيجة سنفتضح. لاحظوا سنفتضح، لأن هذا الكتاب لا يدع شيئا. لعله أنا ذكرت بعضهم حقيقة الحساب، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم، يعني مسألة إحنا نطمع في الله كثيرا أخواني، لابد الإنسان أن يكون يعني واثقا بسعة رحمة الله تعالى أكثر مما يتصور في خياله. أنت الآن بعض القضايا الممكنات يوصفوها لك، يصير عندك تصور، ذلك عندما تزورها تقول وجدتها أكثر مما كنت أتصور، وهذه كلها من صناعة الله تعالى، وصناعة دنيوية، صناعة البشر أو صناعة دنيوية بالنتيجة. مع الله تعالى لابد أن نحسن الظن بشيء وبرحمته، بحيث لا نتصور أن الله تعالى كيف سيستر وكيف سينجي
وكيف سيلطف بنا. إني لأعجب من الذي نجا كيف نجا. إمام السجاد لا يقبل على هذا الطرح، يقول إني لأعجب ممن هلك كيف هلك، ليس ممن نجا كيف نجا، إما هلك كيف هلك مع سعة رحمة الله. إذن هذا ماذا فعل الذي أصبح من جند إبليس؟ يقول الإمام في هذه الفقرة في مسألة الكتاب، لاحظوا، فوا أسف أو سوءة على ما أحصى كتابك من عملي، ولا شك هنا يريد العمل السيء. مقتضى المقام نتكلم عن الأعمال التي سجلها هذا الكتاب، هذا المقدار جيد. لاحظوا ترتيب الدعاء، لاحظوا الذي لولا ما أرجو، هاي جملة مهمة، من كرمك وسعة رحمتك، اثنين، ونهيك إياي عن القنوط، لا تقنطوا من رحمة الله. ما معنى القنوط؟ قنط فلان، نقول قنط. أولا نأتي إلى اليأس، إنسان ييأس، عندي مريض، وهذا المريض يعني الأطباء آيسون منه، بحيث استفحل فيه المرض لا يرجى شفاؤه، عبر عن يأس، يعني خطوة للأمام، غير الحالة لا توجد، يعني يمتثل للمشافات للشفاء نسبة جدا ضعيفة، فأنا قد آيست منه. ترى عندي قنطة، القنوط هو أشد اليأس، يأس وزيادة، يأس وزيادة، أشد حالة اليأس تسمى قنوط. الآيات الشريفة كثيرة تعبر عن القنوط. هذا الدعاء الشريف يقول أنا عندي ثلاث أشياء تمنعني من القنوط مع سوء عملي، مع سوء عملي. الحالة الأولى هذه، أولا إني أرجو من كرمك وسعة رحمتك، اثنين، أرجع للعبارة، ونهيك إياي عن القنوط، لا تقنطوا من رحمة الله، نهي. لاحظوا هذا التعبير، قال ما أرجو من كرمك وسعة رحمتك. هذا الكرم الإلهي الذي لا يتصور، لا يتصور. الدعاء استعمل حرف من، إما أقول عدم يأسي لأن عندي اعتقاد أن بعض كرمك سيشملني، كرمك أولى وأوسع، بعض كرمك سيشملني. إذا نقرأ هذه المن تبعيضية، من قبيل علم الكتاب، هذا عنده علم من الكتاب، من بعض الكتاب، وممكن يجيب عرش بلقيس، ممكن ماذا يفعل، وأمير المؤمنين عنده علم الكتاب، ليس علم من الكتاب، وإنما عنده علم الكتاب. والرواية تقول هذا اسماء الله تعالى 73 في التعبير، آصف عنده حرف واستطاع أن يأتي بها، و72 حرف عندنا، وحرف استثر به الله سبحانه وتعالى. إما نقول من كرمك
معنى أنا هذا المقدار من كرمك يغنيني يكفيني، أو نقول هاي من ابتدائية يعني أنا اتكالي على ذلك لأن كرمك سرت من بغداد إلى البر، هاي من متبعضية من ابتدائية، وإنما أنا أرجو من كرمك فعلا. الجلسة ليست تحقيق هاي من تبعضية أو نشوية ابتدائية، مو فعلا مو هذا، لكن فقط تقريب المطلب للذهن. ثم قال سعة رحمتك، هذا رجاء أخواني، لاحظوا الرجاء. ثم النقطة الثالثة والمهمة التي قد نبتلي بها جميعا، وهي ماذا؟ مسألة اليأس. قال ونهيك، لاحظوا نهيك إياي عن القنوط. بعض الأفعال الإنسان يرتكبها سجلت معصية، حالة اليأس تنتابني لشيئين، هذا مهم أرجو أن التفت له. الشيء الأول أن عملي الذي جئت به كان عملا قبيحا، فهذا العمل أنا قد آيست نفسي منه، هاي حالة صحية مو حالة سلبية. عملي، أنظر إلى عملي وقل هذا عمل أنا آيست منه، عمل غير جيد. هذه النظرة الأولى. عندي نظرة ثانية، أن هذه الرحمة الواسعة التي عندك يا إلهي تشملني أو لا؟ إذا قلت أن رحمتك لا تشملني لأن فعلي قبيح، الله يقول لقد ارتكبت حراما آخر، وهو اليأس من رحمة الله من روح الله. هذه الطريقة غير الطريقة الأولى. الطريقة الأولى صحية، أن الإنسان يقول أنا عملي لا يؤهلني، أما الصلحاء الأبرار عمل الحسنة يقول له هذا أنا عندي يأس منه. نفس صلاتي أصلي أقول أنا آيس أن هاي صلاتي الله يقبلها، مو من التفت، مو من رحمة الله، من عملي، لأن الله لا يجازى. الله أعطاني كل شيء أقابله بصلاة 90% منها ذهني شارد، الله تعالى نعمة، أنا أتكلم بلسان أحمد الله، وهذا اللسان تكلمت فيه على أعراض الناس، تكلمت فيه من الفحش، تكلمت فيه كلاما لا يرضيه، فأنا عندي يأس من أفعالي. لكن عندما تقابل مع رحمة الله تعالى، لا، عندي تمام التفاؤل وعندي تمام الثقة أن هذه الرحمة نعم يمكن أن تشملني، لا لأني عزيز على الله، بل لأن رحمته واسعة. وتعبير في دعاء كميل جميل جدا، أنه يسأله بماذا؟ برحمته التي وسعت كل شيء. تقديرها ما هو؟ أنا شيء أو ليس بشيء؟ أنا شيء، عملي شيء أو ليس بشيء؟ شيء. الشيئية للعمل الجيد وللعمل غير الجيد، فهو شيء من الأشياء. فإذا هذه الرحمة وسعت كل شيء، فمعنى أنا وأعمالي تدخل في هذه الرحمة، هذا مطلوب من عندنا، خلاف مذموم إذا تعلق برحمة الله مو بعملي. لا لا، أنا عملي آيس منه، لكن رحمتك أنا لا أئس منها. فرق بين الأمرين، أرجو أن نلتفت. نحن الآن مع ثلاث أشياء، قلنا من الكرم وسعة الرحمة، والله نهانا عن القنوط. أما لو أنظر للكتاب وما سجل من عملي، وأغض النظر عن رحمتك، أغض النظر عن كرمك، أغض النظر عن هذا النهي اللي نهايته أقنط أو ما أقنط، طبعا أنا أقنط، بل أشد اليأس عندي.
لكن فجأة ألتفت أن رحمتك واسعة وأنك قلت لي لا تقنط، أعطيتني أمل. وكذلك الكرم، الكرم يشمل العاصي والمطيع، حتى العاصي مشمول بالكرم، أنك كريم. وبعض الأدعية إذا كان عطفك وإذا كان كرمك وإذا كانت رحمتك لا تشمل إلا المطيعين، فمن العاصي؟ الله ادخرنا نحن ثقتنا بالله تعالى لمعصيتنا. ولذلك الكلمة، الأشعار المهمة اللي كتبها سلمان رضوان الله عليه، ولعل تستحب إنسان يكتب على كفنه: وفدت على الكريم بغير، لاحظوا، بغير زاد. وفدت على الكريم، خلي أثبت كونه كريم، نعم ثابت الله كريم، وأنا وفدت عليه بالإكراه أو بالرضا، أنا وفدت عليه بغير زاد. وفدت على الكريم بغير زاد من الحسنات والقلب السليم، هذا زادي، أنا لا عندي حسنات ولا عندي قلب سليم، اعتراف. ثم يقول: وحمل الزاد أقبح شيء، عيب، أمر قبيح، إنسان لابد أن يبتعد. متى؟ إذا كان الوفود على الكريم. بالنتيجة جئتك صفر اليدين، وعلى مقولة سيد رضا الهندي رحمة الله عليه: سودت صحيفة أعمالي ووكلت الأمر إلى حيدر. باعتبار هذا الوجود المقدس، الوجود المبارك، الله سبحانه وتعالى كرامة له أعطاهم صلاحية كبيرة، أذن لهم في أن يستنقذوا من شاءوا من شيعتهم، من أتباعهم، من محبيهم. فهذا الاعتقاد، لأن هو جزء من رحمة الله، النبي رحمة الله، الإمام رحمة الله، الزهراء سلام الله عليها رحمة الله تعالى. فهذه ثلاث أشياء الإمام يقول أمامي جعلتها، لولا هذه الأشياء نعم أنا لقنطت لكني لم أقنط. لماذا؟ تمسكت بذلك. هذه اللولا عبر عنها لولا امتناع لوجود، التفتوا لي، لولا امتناع لوجود، لولا الفرات لجف العراق، لكن جف العراق أو لم يجف؟ لم يجف. لماذا؟ لوجود الفرات. لولا النيل لجفت مصر. فهذا لولا وجود الامتناع، امتناع لوجود. فلولا الرحمة والكرم ونهيك أنا لقنطت. شو تكون النتيجة؟ أنا ما قنطت، امتنع القنوط. لماذا؟ لوجود الرحمة ووجود الكرم ووجود النهي عن القنوط. ولذلك من هذا المدخل إذا نفكر في قصة يوسف عليه السلام: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. الآية في مدح يوسف، ما لي علاقة ببعض التفاسير اللي قشرية لا تفهم. آية في مدح يوسف عليه السلام، أن يوسف لم يفعل شيئا أصلا لسمو نفسه. وعلى كل حال الكلام ليس، لكن بعض الأشياء نستفيد منها. فإذا هو حرف وجود، حرف امتناع لوجود، يعني يمتنع القنوط لوجود هذه الأشياء الثلاث. هذا مطلب. قال: لقنطت عندما أتذكرها، يعني أتذكر ما أحصى كتابك علي، يا خير من دعاه داع وأفضل من رجاه راج. أكمل: اللهم بذمة الإسلام أتوسل إليك، وبحرمة القرآن أعتمد عليك، وبحبي أنا، يعني النبي الداعي، النبي الأمي القرشي الهاشمي العربي التهامي أو تهامي المكي المدني، أرجو الزلفة لديك، أرجو الزلفة لديك. هذا مقطع بمطلب مهم في العقيدة،
لاحظوا الأولى، هذا الداعي يريد نجاة كما قلنا، بالنتيجة ذنب ذنب سجل، لكن لا يمكن أن إلى هنا ينتهي المطلب. أنا وقفت مع رب العالمين وأمام رحمته، لابد أن أحاول، لأن لا توجد فرصة عندي أخرى، أحاول أن ألج من باب رحمته، فأتشبث بكل شيء. يقول الآن اللهم بذمة الإسلام. إذن الإسلام شيء كبير وعظيم جدا، بحيث جعل الداعي ماذا؟ يتوسل إلى الله تعالى به. واحد، قال أتوسل إليك، عبارة بذمة الإسلام أتوسل إليك، وقال بحرمة القرآن أعتمد عليك. أيضا القرآن له حرمة جليلة، لأن هذا كتابك، والكتاب أنت قلت فيه تبيان كل شيء، والكتاب أنزلته على خاتم رسولك، وهذا الكتاب له حرمة كبيرة جدا. وفعلا وصايا الأئمة الأطهار عليهم السلام، ونفس القرآن يؤكد على أن القرآن شأنه شأنا عظيما. اثنين، نأتي إلى الثالث، وهو النبي صلى الله عليه وآله قال وبحبي، لاحظ العبارة، أحبه، له مكان في قلبي، فلا تجعل يا إلهي هذا القلب الذي أحب النبي صلى الله عليه وآله يكون محطه النهائي هو النار. الدعاء أعطى بعض الصفات للنبي صلى الله عليه وآله، قال بحب النبي الأمي القرشي الهاشمي إلى آخره. أنا ما عندي مشكلة أوصاف البقية، عندي مشكلة في قضية الأمية. فنلتفت، هذا مطلب من المطالب المهمة في مسألة أمية النبي صلى الله عليه وآله. طبعا القرآن الكريم يعني يؤكد هذه اللفظة، وهو أن النبي أمي. لكن السؤال الآن، سؤال، ما المقصود بأن النبي أمي؟ لأول وهلة الإنسان يعتقد أن الأمي الذي لا يعرف القراءة والكتاب، وتوجد تفاسير كثيرة في هذا الباب، أن معنى النبي صلى الله عليه وآله هو معناته لا يعرف القراءة والكتابة. فإذا كان لا يعرف القراءة والكتابة وجاء بالقرآن الكريم وهو الكتاب المعجز، سيكون هذا أوضح دليل على أن المكتوب فيه هو ليس من كتابة النبي، وإنما هو عبارة عن وحي يوحى إلى النبي صلى الله عليه وآله. فإذا قلنا أن النبي لا يعرف القراءة والكتابة وجاء بالقرآن، فمعنى ذلك هو صادق في دعواه أن المراد هو الذي لا يعرف القراءة والكتابة. عندي وقفة هنا أرجو أن نلتفت لها. نحن تارة نقول أن الشخص لا يقرأ، وتارة نقول لا يعرف القراءة. فرق بين الأمرين. فلان لم نسمح قرأ علينا شيئا، لم نره كتب لنا شيئا، وتارة نقول لا يعرف الكتابة ولا يعرف القراءة، أحدهما غير الثاني. الثاني نسلب منه علمه بالقراءة، ولا لا يعرف، لا يعرف أنه ما هذا، يقول لا أعرف، لا هو تعبير الأمي، لا يعرف القراءة والكتاب. طبعا هذا المعنى يتكلم به المفسرون كثيرا،
لكن عندما نسأل هذا السؤال التفتوا لي نسأل سؤال نقول هذا نبينا وهذا شفيعنا وهذا خاتم الرسل، ما هي الفائدة التي جعلها الله هذا النبي هو لا يعرف القراءة والكتابة؟ قالوا الفائدة القرآن يقول. ماذا يقول؟ لاحظوا الآية الشريفة، يقول وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. العنكبوت 48، القرآن يقول السبب المنع حتى لا يرتاب المبطلون إذن لارتاب المبطلون. لو أنت كنت تتلو من كتاب وتخط ارتاب المبطلون. فإذن حماية للنبي صلى الله عليه وآله أن لابد أن لا يعرف، مو لا يعلم، لا يعرف القراءة والكتاب. هكذا قالوا واستشهدوا بالآية العنكبوت، وسيرة النبي لم يتعلم قالوا القراءة والكتابة، فإذن هو أمي بهذا المعنى. هكذا قالوا. طبعا المفردات أخواني تحتاج إلى مراجعة لاستعمال المفردة في زمن النص. عندنا مفردات تطورت الآن، قد نعبر عن تعبير يعتبر في العرف إهانة. شخص تقول له أنت دابة، أجل الله السلام، تعتبرها إهانة. دابة يعني سنة أنت لا تعقل حالك حال حيوان. لكن الدابة لم لغة ليس هذا معناه، كل ما يدب على الأرض هو دابة، فالإنسان دابة بمعنى اللغة. العرف قد يتبدل. عصابة، ها مجموعة عصابة، بالاستعمال عصابة يعني اجتمعت على أمر شر. النبي في واقعة بدر وأحد، اللهم انصر هذه العصابة على أصحابه، وهؤلاء عصابة يريد منهم عصابة حق، انصرهم أمام عدو، فيعبر عن هذا التعبير. فهناك بعض الألفاظ قد تتبدل. بعض المفسرين يصر على أن الأمي هو الذي لا يعرف القراءة والكتابة. وأنا عندي إشكال الآن، كثير من الذين كانوا في زمن النبي لا يعرفون القراءة والكتابة كما قالوا. أنا لو جئنا بأعرابي من البادية قلنا هو تعال تعرف القراءة والكتابة؟ قال لا أعرف. تعال اجلس، نحن سنعلمك رسم هذا الحرف الألف الباء، نجلسه معنا شهرا كاملا، اكتب باء، سيرسم الحروف نقش، حروف بالنتيجة نقش. وأبقينا هذا الإعرابي أمامنا لمدة شهر زمان، قلنا هو هذا باء، ثم نكتب نقول يا إعرابي ما هذا؟ يقول هذا باء. نأتي للنبي صلى الله عليه نقول له ما هذا يا رسول الله؟ قال لا أعرف. الإعرابي يعرف أكثر من النبي. هل هذا أمر سائغ؟ يعني نحن نريد أن ننزه نبينا صلى الله عليه وآله عن ارتياب المبطلين. هو مبطل. أنا دفاعا عن هؤلاء أجي أسلب عن النبي صلى الله عليه وآله علم القراءة والكتابة، من يقبلها؟ هل يوجد تفسير؟ بالنتيجة القرآن يقول أمي، القرآن يقول أمي. هذه الآية اللي تمسك بها البعض وما كنت تتلو من قبله من كتاب، لا تدل على أنه لا يعرف القراءة والكتاب، تدل على أنه لم يكتب. نعم النبي لم يشاهد يكتب حتى لا يرتاب المبطل، فعدم ارتاب المبطل لأن النبي لم يكتب أمامه كتابا يقول هذا مني. هم بالنتيجة قالوا هذا أساطير الأولين تملى عليه بكرة،
بالنتيجة النبي لم يسلم من هذا الموضوع. فإذا هذه الآية لا تدل على سلبه للمعرفة، نعم تنفي أنه لم يكن يكتب، لكن أن لم يعرف من أين جئنا بهذه. هل هناك معنى للأمي؟ نعم هناك معنى للأمي، أرجو أن التفت. الأمي يطلق على معنى آخر، وهو الذي لم ينزل في قومه كتاب يسمى أمي. العرب لم ينزل فيهم كتاب فيسمون أميون أو أميين. لاحظوا الآية الشريفة ماذا تقول. تقول وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين. أوتوا الكتاب والأميين، أسلمتم؟ فالمخاطب أهل الكتاب، عندهم كتاب، والمخاطب الأميين اللي ما عندهم كتاب، فهذا ليس له علاقة بمعرفة القراءة والكتابة. الإمام الباقر سلام الله عليه التفت، سئل لما سمي النبي صلى الله عليه وآله بالأمي، قال ما يقول الناس؟ قضية ليست قضية قديمة، ما يقول الناس؟ قلت جعلت فداك يزعمون إنما سمي النبي صلى الله عليه وآله الأمي لأنه لم يكتب، لم يعرف الكتاب. فقال كذبوا، عليهم لعنة الله. شدة الإمام عليه السلام ويا الجواب، كذبوا لعنة الله عليهم، كذبوا عليهم لعنة الله. أنى يكون ذلك والله تعالى يقول في محكم كتابه هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة فكيف كان يعلمهم ما لا يحسن. كيف يعلمهم شيئا ولم يحسنه أصلا؟ لاحظوا الإمام يقول والله، الإمام لا يحتاج إلى اليمين، عادة الأئمة عليهم السلام لا يحتاجون إلى اليمين، لكن استعملوا الأئمة اليمين في مسائل خاصة ومهمة. يقسم الإمام عليه السلام، قال والله لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقرأ ويكتب بإثنين وسبعين أو بثلاثة وسبعين لسانا. النبي لا يكتب، كيف تكون هذه؟ هذا المعنى، معنى ذلك أن النبي عنده هذا العلم الوفير. وقت قدمت رواية ما بعث الله نبيا إلا وكان محمد صلى الله عليه وآله أعلم منه، رواية شريفة تقدمت بخدمتكم، هذا يستوجب أن نكون هذا القسم على عظمة النبي صلى الله عليه وآله، وهذه فضائل. والإمام عليه السلام بذمة الإسلام وبحرمة القرآن وبالنبي يقسم عليه لما يأتينا إن شاء الله تعالى من موارد ما يريد. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لما يحب ويرضى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.